مرحبا جميعا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أتمنى أن يكون الجميع موجودين عبر هذه الشاشة والجلسة التي نتحدث فيها ونجتمع مع مدافعين أبطال من العراق حققوا في مجالاتهم الكثير من العطاء. معكم عماد الشرع، سأدير هذه الجلسة للحديث وأيضا للتكريم لمجموعة من الناشطين العراقيين المدافعين في شمال العراق وجنوبه وفي الوسط. سيكون هذه الجلسة لمدة ساعة، نتمنى ذلك، وسيكون الحديث. طبعا كنا نتمنى حقيقة مثل العام الأول أن يكون هنالك احتفال وتكريم في وسط بغداد مثل ما عملنا في السنة الأولى لمركز الخليج، لكنه بسبب الظروف الصحية والحجر وكورونا ارتأينا أن يكون التكريم عبر منصة زوم. ولذلك مرحبا بكم، ونبدأ بأن مركز الخليج لحقوق الإنسان الدولي قبل سنتين كان هنالك هاجز لدى الأستاذ خالد إبراهيم، واجتمعنا كثيرا للحديث عن كيفية تقديم أقل ما يمكن تقديمه من دعم معنوي للشباب وأيضا للناشطين الموجودين في العراق الذين قدموا الكثير. هنالك الكثير من الأزمات التي مرت على العراق خصوصا في الآونة الأخيرة، خاصة وخاصة بعد احتلال داعش للعراق، كان هنالك تكاتف، كان هنالك عمل تطوعي، كان هنالك الكثير من القضايا التي نفتخر بأن كانت دليلا على أن العراقيين لديهم الطاقات الكبيرة في هذا الاتجاه. حقيقة مركز الخليج الدولي وهو مركز مختص في قضايا حقوق الإنسان وأيضا في رصد الناشطين الحقوقيين والانتهاكات التي يتعرض لها الناشطين الحقوقيين ليس فقط في العراق وإنما في كثير من البلدان وبالذات في الشرق الأوسط، وهنالك بيانات تصدر دائما لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين للرأي، معتقلين حرية الرأي وأيضا حقوق الإنسان، والمطالبة دائما بالتعامل على أساس المبادئ العامة للإعلام العالمي لحقوق الإنسان. الأستاذ خالد إبراهيم رئيس ومدير المركز عمل بمشاريع كثيرة وتدريبات كثيرة للعراقيين وغير العراقيين من أجل أن يرتقي بمستوى الناشطين في مجال حقوق الإنسان. اليوم سيتحدث لنا عن فكرة وأيضا عن شيئا عن المركز وأيضا فكرة التكريم، وهذه هي السنة الثانية التي نقيم فيها التكريم للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجالات حرية التعبير والعمل المجتمعي في العراق. فلنستمع إلى العزيز الأستاذ خالد إبراهيم. شكرا لكم الأستاذ الفاضل عماد، وكذلك الشكر موصول للأستاذ الفاضل حيدر، الأستاذة الفاضل ليزا، الأستاذ الفاضل ناصر، الأستاذ الفاضل علي، الأستاذ الفاضل شيماء، الأستاذ الفاضل أسو، الأستاذ الفاضل محمد جمعة، الأستاذة الفاضل فاطمة البهاديلي، والأستاذ الفاضل كريمان، والأستاذ الذي هو لحد الآن غائب الأستاذ عصمت، وكذلك الأستاذ هنريك المكرم من دورة سابقة، وكذلك زميلي العزيز الأستاذ محمد المسقطي الذي له دور كبير في حمايتنا رقميا. مساء الخير، أشكركم على وقتكم الذي خصصتموه لحضور هذه الأمسية التي تجمعنا ونحن نعمل جميعا في مجال واحد، مجال الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنينا. هذا التكريم هو رمزي، هو محاولة من مركز الخليج لحقوق الإنسان للاعتراف بجهودكم بعملكم الحقوقي السلمي في بيئة غالبا هي بيئة معادية لا تتفهم أن العمل الحقوقي هو عمل أساسي يساهم في صناعة مستقبل زاهر للجميع بدون احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين. لا يوجد هناك إبداع
الدول التي تحترم حقوق مواطنيها هي الدول التي تستطيع أن تصنع مستقبل مزدهر للجميع. مركز الخليج لحقوق الإنسان يعمل في 12 بلدا بضمنها العراق، وكذلك نعمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعمل مع الآليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة، وكذلك لدينا كثير من الفعاليات التي تتعلق بالتدريب وبناء القدرات للمدافعين عن حقوق الإنسان، تتناول مواضيع كثيرة مثل الأمن الرقمي، توثيق الانتهاكات، دعم أولئك الذين يتعرضون إلى التعذيب طبيا ونفسيا، وتزويد الصحفيين بخبرات تساعدهم على العمل في الصحافة الاستقصائية أو في مجالات حقوق الإنسان الأخرى والمتعددة. وكذلك لدينا حملات كثيرة تخص المدافعات عن حقوق الإنسان، ولست بمعرض الحديث عن كل هذه التفاصيل في أمسية مكرسة للاستماع لكم. نحن هنا لنستمع لكم. فكرة الجائزة الاعتراف بجهودكم، نحن لا نستطيع أن فقط ننظر ونوثق ما تتعرضون له، يجب أن نحتفي بكم. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان سواء كانت في داخل العراق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع الدولي يجب أن يكرم المدافعين، وهم يواجهون الأخطار وهم يحاولون أن يقوموا بالتغيير السلمي. وأنا سعيد جدا أن معنا الزميلة العزيزة الأستاذة فاطمة البهادلي التي حصلت اليوم على تكريم من منظمة مرموقة، منظمة فرونتلاين ديفندرز، حيث أعطتها جائزة فرونتلاين ديفندر التي تعطى للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون وسط الأخطار. وأي أخطار هي في البصرة؟ فقدنا زملاء أعزاء قتلوا بسلاح منفلت، وهذا السلاح المنفلت يهدد الأمن الاجتماعي ويهدد مستقبل العراق. ونحن كمدافعين ليس لدينا سوى الكلمة والعمل السلمي الحقوقي، ليس لدينا أي أجندة سياسية مخفية، وليس لدينا حزب سياسي، وليس لدينا أي شيء غير حبنا لأوطاننا وحبنا لمواطنينا الذين نريد أن ندافع عن حقوقهم. نريد أن نصل إلى مستوى الدول الأخرى التي تقدمت علينا باحترام حقوق مواطنية، هذا هو غرضنا، ليس لنا غرض آخر. ولهذا نتعرض للأخطار، أخطار مميتة. فقدنا زملاء وزميلات أعزاء علينا، أحب لنا في السنتين الماضيتين. وعملكم هذا هو رسالة للجميع أننا لن نسكت، أننا صوت من لا صوت له. فهذا التكريم وهذه الجائزة جاءت من هذه الفكرة. الفكرة يجب أن نحتفي بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في وسط الأخطار. وأعتقد أن تكريمهم هو واجب علينا جميعا. يجب أن تنظر الحكومات التي تمارس القمع لهذه المجموعة الخيرة وغيرها من المجموعات العاملة في مجال حقوق الإنسان، يجب أن ينظرون إليها باحترام. المدافع عن حقوق الإنسان ليس عدوا للحكومات، بل هو عنصر فعال في أي تغيير سلمي لبناء مستقبل زاهر للجميع. فهذه الفكرة في التكريم، الفكرة في التكريم هي الاعتراف بالعمل الحقوقي كعمل سلمي متحضر، وكذلك توجيه الانتباه على أن العمل الذي يقوم به مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان هو عمل رائد، هم يتقدمون الصفوف لبناء مستقبل للجميع، مستقبل تسوده العدالة الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان بدون تمييز. لا تمييز في حقوق الإنسان، حقوق الإنسان لا تتجزأ. لا أستطيع أن أدافع عن حقوق الأطفال وأنسى حقوق النساء وحقوق المواطنين الأخرى في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين المنظمات. كل هذه مرتبطة وكلها مسؤوليات علينا جميعا. وهنا أشير إلى موضوع آخر، أن هذه الاجتماعات فيها هدف تكريمي، اجتماعات أخرى فيها هدف يتعلق بنشاط معين في مجال حقوق الإنسان، ولكن هناك بعد آخر لهذه الاجتماعات هو التشبيك. يجب أن نشبك مع بعضنا البعض، يجب أن نتضامن مع بعضنا البعض. في تشابكنا قوة وفي تضامننا قوة كبيرة، نستطيع أن نواجه بها هذه الأوضاع الغير طبيعية وهذه
الخطورات أو الأخطار المحدقة بنا جميعا. أنا أشكركم على وقتكم وأتمنى لكم كل النجاح في عملكم الحقوقي السلمي والتكريم، هو اعتراف مني ومن زملائي ومن مركز الخليج ومن كل شركائنا من المنظمات التي تعمل معنا بعملكم السلمي وأهميته، اعتراف بجهودكم الكبيرة التي تبذلونها وتثمين لها. نحن نقول لكم شكرا لكم، نحن معكم، نحن لسنا من أولئك الذين يتكلمون كلاما ولا يعملون عملا، نحن قلبا وقالبا وكلاما وعملا معكم أبدا، ونحاول بشتى الوسائل أن ندعمكم. أصدرنا عدة تقارير وثقنا بها الانتهاكات التي تعرضها المتظاهرون والناشطون، وكذلك سعينا لحماية أولئك الذين تعرضوا للخطر، وأنتم جميعا نحن قلوبنا مفتوحة نتعلم منكم ونعمل مع بعض من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين العراقيين بدون أي تمييز، وكذلك من أجل تعزيز الحماية لكل الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان. أنا أتوقف هنا، أشكر لكم استماعكم وأتمنى لكم كل خير، وأبارك لكم حصولكم على هذا التكريم من مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأتمنى أن تستمر جسورنا معكم ويستمر تواصلنا ويستمر عمل المشترك. شكرا جميعا. شكرا لك أستاذ خالد. حقيقة مركز الخليج لحقوق الإنسان معروف منذ 2003 في العراق بنشاطاته التي ساهم بها في التدريبات في الأمن الرقمي كما تفضل الأستاذ خالد، وأيضا في قضايا المعالجات النفسية، وأيضا التدريبات للنساء في مجالات مختلفة أيضا تخص حرية التعبير والمواضيع المرتبطة بالعمل المجتمعي. الدرع، حينما تقوم بالتكريم بالدرع في العراق فعلا هو درع، لأنكم أكثركم يضع درعا دائما، وهو يعمل في هذه البيئة الخطرة جدا. هنالك من ضمن المكرمين من هم واجهوا الموت، من هم واجهوا الأزمات التي تمر في العراق في مناطق مختلفة. أعتقد بأن كلمة درع هي سميت في وقتها، هو ليس فقط كدرع يسلم بقدر ما هو درع أيضا يلبس لمواجهة المخاطر خصوصا في العراق. سأنتقل للحديث إلى صديق وزميل وفي نفس الوقت هو ناشط يجوب البلدان من أجل أن يعطي الثقافة والوعي الأمني الرقمي. حقيقة معنا محمد مسقطي سيتحدث لنا أيضا عن دور فرونتلاين ديفندرز وكيف يكون لديهم الدعم الكبير جدا للناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حرية التعبير في العراق. ولكن قبل ذلك نريد أن ننوه بأن هذه الدورة للتكريم تحمل اسم الشهيد الدكتور هشام الهاشمي، تكريما له وتكريما للجهد الكبير الذي قدمه في مجالات مختلفة من التحليل السياسي والعلاقات الاجتماعية، وهنالك حقيقة يعني جهد كبير من العاملين في مركز الخليج على تسمية هذه الدورة، وستكون إن شاء الله في العام القادم تسمية لناشط آخر من العراق لتكون في كل دورة هنالك وسم واسم للدورة، نحتز بهذه الأسماء التي تضحي والتي ما زالت تستمر في التضحية. مع محمد مسقطي للحديث، تحياتي له. مساء الخير جميعا. أود أشكر مركز الخليج والسيد خالد، أشكر الصديق العزيز والقدير عماد الشرع، لازلت جميلا أخلاقا ووجها صديقي، أشكر كمان الزميل الصديق حيدر. بصراحة أنا سعيد أن أكون معاكم في هذا التكريم. أنا أعتبره ليس تكريما لكم بل تكريما لي أنا شخصيا، أن أكون مع شخصيات مثل
الشخصيات الموجودة والشخصيات المكرمة. أعتبر أن أنا أعتبر نفسي أساساً جزء من يعني حركة حقوق الإنسان، وأعتبر نفسي لازلت مدافعاً عن حقوق الإنسان على الرغم من عملي في منظمة دولية. Frontline Defenders هي من المؤسسات العريقة في موضوع الدفاع عن المدافع عن حقوق الإنسان، وفي خلال السنوات الماضية عملت المنظمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم الحماية الشاملة، الحماية التي تتحدث عن حماية الأفراد والمؤسسات من الناحية يعني الدفاع عنهم دوليا وحمايتهم دوليا من إصدار بيانات والتحريك القضايا في المحافل الدولية، وعلى المستويات الأخرى منها الدور الذي أنا أقوم به شخصيا وهو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتعلق بالحماية الرقمية وتعزيز قدراتهم على الوصول إلى الأدوات والشركات التجارية التي قد تكون تستغل المدافعين وتستهدف المدافعين، وأيضا تقديم الدعم النفسي والحماية في مجال الصحة النفسية وتقديم الدعم المالي وغيره من العمل. مفهوم المدافعين اليوم أصبح مفهوم عالم، لدرجة أن أصبح المدافعين أساساً يوم يحتفل فيه وهو يوم 9 ديسمبر، يتم فيه الاحتفال بالمدافعين عن حقوق الإنسان وهو يوم الإعلان الخاص بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. إذن لم يصبح اليوم كلمة مدافع عن حقوق الإنسان هي مرتبطة بأجندة غربية كما يدعي العديد، كثير من الأحيان يتم وصم المدافعين عن حقوق الإنسان بأن لديهم أجندة سياسية، بأن لديهم أجندة دولية، بأن لديهم أجندة خارجية. الواقع أساساً مفهوم حقوق الإنسان بكل تشعباته هو مفهوم دولي، هو ليس مرتبط بدولة، ليس مرتبط بأجندة معينة، ليس مرتبط بسياسة معينة، هو مرتبط دولياً بأن للإنسان حق وعليه واجبات بطبيعة الحال. ولكن اليوم الذي يحصل، اليوم اللي قاعد يصير في العالم وبالذات في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نطالب بأن نقوم بالواجبات في اتجاه الدولة، بأن نقوم بالواجبات في اتجاه المجتمع، ولكن في المقابل لا نحصل على واجباتنا، على حقوقنا التي المفترض أن هي الهدف منها العدالة، الهدف منها تكريم الإنسان، الهدف منها كرامة الإنسان. ولهذا تكريم المدافعين هو تكريم للمجتمع، هو تكريم للدولة، هو تكريم للفرد في داخل المجتمع. اليوم المدافع يحمل هموم، هذه الهموم هي ليست هموم شخصية. لما الإنسان يدافع عن حق المرأة، لما يتم مدافع عن حق الطفل، لما يتم المدافع عن حق السجناء، لما يتم المدافع عن حق الحقوق الرقمية، إن اليوم لا يحق للدولة أن تصادر حقوقنا في التواجد على الإنترنت، لا يحق للدولة حجب المواقع الإلكترونية، لا يحق للدولة وقف الإنترنت. كل هذه الحقوق هي أصبحت جزء ولا يتجزأ من مجمل حقوق الإنسان. فلما نقوم بحماية هؤلاء، إذا نحن ندعم تعزيز مفهوم الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، نحن ندعم حق الإنسان في أن يواصل حق الإنسان في الحياة وغيره من الحقوق. لهذا أنا أعتقد مركز الخليج ومنظمات مثل Frontline Defenders الهم الأساسي لهم اليوم هم أن كيف نحمي هؤلاء المدافعين، كيف نعزز قدرات المدافعين، كيف ندعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. إذن الجزء الأهم من هذا هو الحماية، ولكن لا يجب أن لا ننسى الجزء الآخر، بأن أنت اليوم لما يصير هذا
الحماية كمان يجب أن نشكر المدافعين بعدة طرق، سواء بتكريم نفس الذي يحصل الآن أو بطرق مختلفة. لهذا أنا أعتقد أن دورنا اليوم يجب أن نواصل في النضال، يجب أن نواصل في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، يجب أن نرفع شعار السلام، يجب أن نرفع شعار العدالة، يجب أن نرفع شعار يعني حماية الإنسان. احنا في فرونت لاين سعداء جدا ان نكون معاكم وندعمكم وندعم المدافعين بشكل كبير، وانا بطبيعة الحال راح اتواصل مع جميع المدافعين، وسوف ارسل مجموعة من الاشياء الى الهدايا الى المدافعين اللي فعلا يستحقون منا الدعم و يعني الدفاع عنهم في كل الأماكن. شكرا من جديد مركز الخليج على دعوتي، وشكرا إلى السيد عماد والسيد خالد والسيد حيدر. شكرا. شكرا جزيلا الأستاذ محمد مسقطي الأخ والصديق. حقيقة ما يوصف محمد مسقطي، اسمحوا لي أن أوصفه، هو مثل طبيب دوار ببرامجه الغنية في الأمن الرقمي، يحاول قدر الإمكان معالجة كل ما يحدث من خروقات أمنية، من قضايا تخص الأمن الرقمي والتقنيات. أنصحكم بالتواصل دائما مع محمد مسقطي لأنه أستاذنا في هذا المجال، وحقيقة هنالك من يتخصص بموضوع ولكنه يعشق هذا التخصص فيعيشه، وأعتقد أنه يعيش الأمن الرقمي بحياته بشكل كبير، لأنني رافقته لفترة طويلة وأعرف أنه خير سند في الكثير من القضايا التي تخص المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الأمن الرقمي. ننتقل إلى المكرمين. سنبدأ بالنساء أولاً حتى لا نأخذ الكثير من الوقت، وأيضاً حتى لا أنا أتحدث أكثر من المكرمين، لذلك نبدأ من الصديقة العزيزة التي تحاول من خلال جمعيتها أن تثبت حقوق وقضايا النساء في مناطق مختلفة من العراق، وخصوصاً من الجنب القانونية. ركزت كثيراً على زواج خارج المحكمة، زواج للنساء دون سن البلوغ، يعني زواج القاصرات، النساء في المخيمات، القضايا المرتبطة دائماً بالقوانين والتشريعات التي تخص المرأة، وفي نفس الوقت صناعة وتطوير القدرات الموجودة لدى المرأة. معنا العزيزة الغالية الست ليزا نيسان. لن أعرفها إلا بهذا الشكل حتى تبدأ هي بالتعريف وبما ترغب أن تتحدث به، فتفضل. مساء الخير جميعا. شكرا صديقي العزيز عماد على هذه المقدمة الرائعة، وشكرا إلى العزيز حيدر، وشكرا إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان لهذا التكريم. صراحة أنا سعيدة بهذا التكريم اللي أتى تكميلا لعملي ونشاطي لسنوات طويلة كمدافعة وناشطة في مجال حقوق المرأة، والذي كان من خلال عملي في جمعية نساء بغداد، والتي أنا أفتخر جدا أنني كنت أحدى مؤسسيها في حزيران 2004. نعمل في جمعية نساء بغداد لمكافحة ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. لكن أنا أيضاً أود أن أعرف عن نفسي، أيضاً أنا مهندسة، وأيضاً هذا بعثت للصديق العزيز عماد. أنا أيضاً أفتخر أن كنت أعمل في وزارة المالية لمدة 25 سنة كمهندسة في مجال الكمبيوتر، تخرجت من الجامعة التكنولوجية هندسة كهرباء إلكترونيك، لكن العمل المدني إلى خصوصية وإلى إلى 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 روح العمل تختلف، لأنه هذا يخصني أنا كأمرأة أعيش في بلدي العراق. أيضاً أنا أفتخر أنه لدي بصمة في الحركة النسوية العراقية، لأنني لمدة 16 سنة أعمل في هذا المجال، نعمل في بغداد ونعمل في بقية المحافظات بالعراق لنساعد النساء على
على نساعدهم قانونيا وساعدهم انه يكون عندهم ايضا توعيه وبحقوقهم الانسانيه وايضا كما قلت مناهضه العنف ضد النساء والفتيات. نعمل في بغداد ونعمل في الموصل ونعمل في سهل نينوى ونعمل في الانبار، عملنا في تكريت، نعمل في دهوك، وايضا قريبا سوف نعمل في سنجار. فاي منطقه او اي محافظه فيها احتياج للنساء والفتيات احنا مستعدات لمساعدتهم. ايضا اؤكد على الكلام اللي تحدث به رئيس مركز الخليج حقوق الإنسان، نحن صوت لمن ليس لها صوت، فنحن صوت للنساء التي لواتي تعيش في ظل النزوح وفي ظل النزاعات وفي ظل القهر والظلم. طبعا أنا سعيدة بهذا التكريم، والذي أعتبره هو ليس نهاية للنضال وكمدافعة بمجال حقوق المرأة، بل العكس أنه هو استمرار ودافع لي ومسؤولية أكبر أنه أيضا أستمر كمدافعة عن حقوق المرأة، لأنني كنت ولا زلت لحد هذه اللحظة أتطلع إلى أن يكون مجتمعنا العراقي أنه يكون فيه النساء والفتيات يتمتعون بالمساواة، وأن يكون مجتمعي تمارس فيه حقوق الإنسان. وأتطلع أيضا وأتمنى ذلك أن ننعم في يوم وننعم في يوم ونعيش بحياة أفضل، ننعم في العدالة، وننعم أيضا في أنه النساء تتخلص من العنف والظلم والفقر والحرمان. هذه كلها هذه الأمور التي أؤمن بها وهذه القيم التي أؤمن بها هي التي جعلتني أنه أستمر بعملي بجد ومثابرة. مثل ما قلت عزيزي عماد، أنه العمل في مجال حقوق الإنسان بالخص في مجال حقوق المرأة، وأن تكوني أن تكوني مدافعا أو أن تكون مدافع عن حقوق المرأة، هذا العمل به كثير من المخاطر، به كثير من المضايقات والتهديدات، إن كانت تهديدات مباشرة أو تهديدات غير مباشرة. لكن إيماني بقضيتي ومساندة جميع الصديقات والأصدقاء ومساندة زميلاتي وزملائي في جمعية نساء بغداد، حاولت أنه أتغلب على الإحباط أحياناً يعني يكون عندنا في عملنا لكي نستمر. وأيضا أود أنه قبل ما أنهي كلمتي أنه أشكر كل من ساندني وعطى لي هذه الثقة للتكريم، وأيضا أهدي هذا التكريم لكل المدافعات عن والمدافعين عن حقوق الإنسان بالذات على عن حقوق المرأة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ست ليزا. وحقيقة من نساء سيدة ليزا سننتقل، حتى طبعا لدينا ثلاث مكرمات وهن مقدمات، ولكن أيضا للرجال حق وحصة. لدينا أيضا مجموعة من المكرمين في مجالات مختلفة، لذلك سنبدأ من أحد المكرمين وننتقل من منطقة أخرى ومحافظة أخرى، وأيضا ناشط من هذا المجال وفي مجال مهم جدا وهو الكاريكاتير. في الكاريكاتير هنالك دائما كان الكاريكاتير للمزحة، الكاريكاتير للقفشات، لكن ناصر إبراهيم استطاع بأن يقوم خلال السنوات الماضية وعلى الأقل خلال السنتين بأن يوثق كل ما حدث بشكل يومي في العراق من خلال رسمات الكاريكاتير ومن خلال حملات كبيرة. هذه الحملات كانت مع منظمات مختلفة، مع الأمم المتحدة، مع معهد صحافة الحرب والسلام، مع مركز الخليج، مع كثير من المنظمات، ومع أنسم ونادي القلم. هنالك الكثير من الرسمات والرسوم الكاريكاتير المميزة التي يتناقلها الشباب وتوجد على الكثير من صفحاتهم كخلفية لرسمة من رسمات ناصر إبراهيم. نترك الكلام لناصر إبراهيم ويتحدث لنا عن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال رسم الكاريكاتير. شكرا أستاذ عماد حبيبي، أشكرك جدا، وشكرا لمركز الخليج حقوق الإنسان على هذا التكريم. مع الأسف يعني أنه الكاريكاتير يعني مهتم بشكل كلي بحقوق الإنسان، يعني إذا كان كاريكاتير سياسي أو إذا كان اجتماعي، مثل ما قال أستاذ خالد أنه
حقوق الإنسان ما تتجزأ، فالكيريكاتير يناقش حقوق الإنسان كل الاتجاهات، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحريات إلى آخره. فلذلك هو احنا شغلنا خاصة السنتين الأخيرات أنه كان ضد داعش، ضد الانتهاكات اللي تصير، بالأخير المظاهرات كلها كانت هي دفاع عن حقوق الإنسان. لا وأنه يعني حتى كانت أنا بداياتي أنه كانت هي معاكسات على المدرسين وكذا، كانت بالإعدادية همين كانت هي عن حقوق الطلاب يعني. فبالتالي هو الكاريكاتير دفاع عن حقوق الإنسان. شكرا لكم وشكرا إلى مركز الخليج حقوق الإنسان وشكرا سالم. شكرا. شكرا للكلمات المختصرة، تحدثت أنا أكثر من عندك، شكرا لك. وهذا تكريم إن كما تحدث الأستاذ محمد مسقطي، فعلا نشعر جميعا بأن هذا التكريم إلنا وهذا تكريم إلي، أنه أنا يعني زملائي شرفوني بأن أنا أدير هذه الجلسة. لست بارعا في أن أدير جلسات، ولكنه شرف إلي كبير جدا أن أكون معاكم أنتم المكرمين. وننتقل من الكاريكاتير إلى قصة أخرى ونجاح آخر. هنالك في بعض الأحيان نشعر بأن الشخص ممكن أن يخدم نفسه، أن يقوم بالتحدي مع نفسه في مواضيع تخصه، ولكن أن يكون يتحدى الإعاقة ثم يقدم للمجتمع شيئا جديد مختلف يساعد أقرانه الذين يعانون ما يعانيه. سنذهب إلى البصرة ومع عصمت البصري والحديث عن تجربته مع ترسيخ المفاهيم والمواد الدراسية من خلال كيفية أن يكون فاقدي البصر يقرؤون ويتعلمون في مدارس خاصة في البصرة، ومجهود الكبير حقيقة بالتعاون مع السيدة فاتن الصراف، وكيف استطاعوا أن يقوموا بطباعة هذه الكتب الخاصة لفاقدي البصر. مع عصمت والحديث من البصرة. مشكلة في الصوت. مساء الخير. مساء النور، تفضل الكلمة لك. أهلا، مساء الخير. تحياتي لحضراتكم، بس أتمنى تكون الصوت والصورة أوكي. واضح. حتى تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع، أشكركم جزيل الشكر وأشكر جهودكم الكريمة. تحية إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان. أنا سعيد جدا اليوم وأنا أتحدث إليكم، والحمد لله أخيرا ضبط معنا الاتصال. أشكر القائمين وأشكر حضراتكم، يا رب نكون عند حسن ظنكم. تحياتي للضيوف الكرام جميعا. أستاذ عصمت، حقيقة شرف لنا جميعا أن تكون معنا. أنت المتحدي الأكبر، يعني اسمحوا لي البقية أن أقول ننحني جميعا لك، أنك تتحدى الإعاقة اللي عندك، وأيضا في نفس الوقت تعمل على تثقيف الآخرين ممن يعانون من هذا، خاصة الطلبة الصغار اللي أنت تدربهم في وتدرسهم في هذا المجال. بودي أن تنقل هذه التجربة وتتحدث لنا عن تجربة بسيطة في طباعة الكتب وكيف أثرت في الشباب اللي وياك. الإنسان بما يقدمه وبما يبذله من جهد خدمة للآخرين حقيقة. بدأت شيء فشيء، لكن إذا بدأت وعزمت أن تبدأ بعمل ما بالتأكيد سيعينك رب العالمين والخيرين أيضا. فالمشروع اللي عملت عليه وما زلت أنا في هذا المشروع هو طباعة الكتب المنهجية بطريقة برايل للتلاميذ المكفوفين، ولاحقا سنبدأ إن شاء الله بطباعة المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية. الحقيقة يعني في بلدنا العزيز العراق الحكومة وللأسف الشديد غير مهتمة بطباعة المناهج بطريقة برايل، يعني
الطلاب والتلاميذ المكفوفين هم جزء من طلاب العراق وعددهم ليس بقليل، لكن الحكومة وبالتحديد وزارة التربية وأيضا وزارة التعليم العالي لم تعر أي اهتمام لهذه الشريحة. فأنا يعني كنت أزور مدرسة المكفوفين وأشوف أمام الطالب البصير فاقد البصر، أشوف أمامه كتاب اعتيادي من المبصرين. طيب التلميذ شو يسوي بهذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب نأشر له المادة والأهل بالبيت يقروا له. فما ممكن يعني هي مدرسة خاصة بفاقدي البصر يجب أن تتوفر الكتب الخاصة بطريقة برايل. فعملنا على ذلك وأعانتنا السيدة المهندسة العراقية البصراوية المقيمة في دولة الإمارات الأستاذة فاتن الصراف، وفرت لنا طابعة بآلاف الدولارات حقيقة، وعملنا على طباعة هذه الكتب. العمل يعني شاق بصراحة، ما أخفيكم سرا، الكتب يجب أن تعد بصيغة وورد كي تطبع بطريقة برايل، والوورد يجب أن تجرى عليه تعديلات كبيرة بحيث يلائم طريقة برايل. فالعمل شاق ومضني حقيقة، وتحملنا هذا الشيء وما زلنا نتحمل، والمشروع مستمر إن شاء الله. ومن يرغب بالانضمام معنا في دعمنا في هذا المشروع فنحن نرحب بكل من يقف معنا. ما أخفيكم أيضا بسبب أزمة كورونا تأثرنا بهذه الأزمة، لكن إن شاء الله سنتجاوزها بفضل رب العالمين وبمساعدة الخيرين. الطالب البصير صاحب موهبة وصاحب قدرة على تقديم شيء إضافة إلى التفوق العلمي، لكنه بحاجة إلى دعم فقط. فأنا أعمل على النهوض بالمكفوفين من الناحية العلمية. شكرا لك أستاذ عصمت. أتذكر أن الدخيل كتب كتابا يتحدث فيه عن أحد فاقدي البصر ويقول نحن العميان وأنت المبصر، فأنتم مبصرين، نحن نبصر بكم ونفتخر بكم ونبقى في البصرة التي تستحق الفخر مثل باقي مدننا ومحافظات العراق، كما أن المدافعين في العالم جميعا يستحقون الفخر بمدنهم. نبقى في البصرة ومع عزيزة أخرى علينا وناشطة حقوقية مدافعة تم تكريمها يوم أمس من قبل منظمة فرونتلاين ديفندرز العالمية، وهي حينما التقيتها في البصرة تفاجأت بلغتها العربية، أنها تتحدث الفصحى بطلاقة ولا تتحدث إلا الفصحى، وهو لأنني أيضا أنحاز للفصحى بشكل كبير مباشرة تأقلمت مع هذه السيدة وأفتخر بصداقتها. معنا العزيزة الغالية الأستاذة فاطمة البهادلي للحديث عن ما تقدمه في البصرة والتحديات. شكرا، وأيضا في نفس الوقت نفتخر بصورتك التي زينت وسط دبلن في أيرلندا افتخارا بعراقية تحصل على هذه الجائزة. السلام عليكم جميعا. في البداية شكرا لكم جميعا، أشكر فرونتلاين على الجائزة اليوم أمس، وأشكر مركز الخليج للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو لم يكن فوز لي وإنما فوز لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لأن هناك من يهتم بهم، من يسمع صوتهم، وأيضا بنفس الوقت يثمن جهودهم ويقدر عملهم. فاطمة نشأت في بيئة محافظة جدا، لا نقول فقط دينية وإنما تقاليد وأعراف اجتماعية، وإن كانت غير صحيحة لكن كانت مقيدة بهذه التقاليد والأعراف. فاطمة كان في نفسها تلك المرأة التي يجب أن مثل ما نقول عفوا ترفض كل ترفض الانتهاكات التي تحدث في مجتمع وخاصة للنساء. أنشأت منظمة وساعدت على تأسيس المنظمة في 2004، وبدأت أدخل المناطق المهمشة والفقيرة، القرى والأرياف، لنساء الضعيفات، لنساء المهمشات المتهاكات حقوقا، وبدأت أعمل مع هؤلاء النساء بناء قدرات ودعم لهم وتعليمهم ولإيصال والحصول على أبسط الحقوق التي ممكن أن يحصلوا عليها من تعليم ومن توفير صحة وغيرها من الأمور التي تتعلق
بالمرأة، حاربت وكافحت من أجل أن يكون هنالك قوانين تهتم بالمرأة، وخاصة القوانين التي ترفض الزواج المبكر وزواج القاصرات، وأيضا ترفض الأعراف التي تنتهك المرأة في النزاعات العشائرية كالفصلية والنهوة وغيرها من الموضوعات. استمر عملي ل16 سنة، لم أكتفي فقط بدعم المرأة في القرى والأرياف، وإنما أيضا حاولنا أن نعمل على تمكين المرأة سياسيا ودعم المرأة حتى الأكاديمية وفي كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. جاء التكريم يوم أمس واليوم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي لحقوق الإنسان هو قوة دافعة بنا إلى الأمام من أجل تحقيق المطالب، من أجل أن نعمل على تحقيق العدالة والمساواة، ومن أجل أن نؤمن بقضيتنا ورسالتنا الإنسانية التي نؤمن بها، وفي قلوبنا تحدي وشجاعة لمواجهة كل التحديات من أجل تحقيق الرسالة الإنسانية. في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحب أوجه رسالتي إلى جميع المدافعين والمدافعات، أقول لهم أن فوز فاطمة لم يبدأ ولم ينتهي بفاطمة، بل هو فوز لكل المدافعين والمدافعات، أن هناك من يهتم بكم ويسمع صوتكم، وعليكم أن تستمروا بالكفاح ونضال من أجل القضية التي تؤمنون بها، من أجل أن تكونوا صوتا لجميع الناس المغيبين والمضطهدين والمظلومين، وأن تستمروا رغم كل التحديات من أجل قوانين عادلة وحقوق مصانة. ومرة أخرى شكرا لكم جميعا. شكرا لك، ونحن نفتخر أيضا بأن يكون هذا الصوت أن يكون صوتا عالميا. حقيقة هناك نقطة مهمة، حينما نتحدث عن جائزة من Frontline Defenders العالمية نحن نتحدث عن تحديات كبيرة وسط هذه المدافعين والناشطين الحقوقيين في العالم، أن يكون هنالك من وسط هذه الجوقة الكبيرة من المدافعين أن تكون فاطمة البهادلي العراقية هي من ضمن المكرمين. نفتخر. الكثير في صفحات الفيسبوك وضعوا صورة التي اشتهرت لصورة فاطمة البهادلي في وسط شوارع ومكانات توقف الباصات في دبلن في إيرلندا، وهذا مدعاة فخر لكل العراقيين. ننتقل إلى بغداد، وأن تكون مدافعا عن حقوق الإنسان هذا غاية الفخر، ولكن أيضا أن تكون مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في نفس الوقت، فأنت ستكون مدافع بدقة أكبر بمعرفة قانونية وتشريعية أكثر. معنا محمد جمعة عبد، محامي ومختص بقضايا حقوق الإنسان، الطفل، المرأة، وفي نفس الوقت هو متطوع لكثير من القضايا الخاصة بالناشطين والقضايا الجنائية والتي في المحاكم للناشطين الحقوقيين في العراق. محمد جمعة يتحدث عن نفسه، ونفتخر بأن يكون محامي في وسط هذه المجموعة المكرمة من قبل مركز الخليج في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. محمد جمعة لك الحديث. شكرا جزيلا أستاذ عماد، و شكرا لمركز الخليج لهذا التشريف والتكريم. حقيقة التكريم الحقيقي هو أن أجد اسمي وسط هذه المجموعة الرائعة وهذه الأسماء اللامعة في مجالها. حقيقة أنا أجد نفسي أقل عملا منهم، أنا الأقل عملا والأقل نشاطا منهم جميعا، لذا التكريم الحقيقي هو أن يكون اسمي وسط هذه الأسماء اللامعة التي أسمع بها دائما، وهو هذا الفخر والتشريف الحقيقي. أنا بالحق يعني أنا دائما يسألوني أصدقاء معارف حتى أهلي إنه ليش يسوي هيجي أو تعرض نفسك، فدائما ببساطة أجاوب أنا جاي أسوي شغلي، أنا ببساطة أنا عمل عملي، هذا هو عملي، أنا هكذا أفهم المحاماة، هذه المهنة التي صراحة أنا أعشقها، أعشق هذه المهنة جدا،
ويعني بصورة كبيرة، وهي حياتي بأكملها. فأنا هكذا أفهم المحاماة، أنا أفهم المحاماة من باب الحماية، المحامي. وهكذا علمونا في كلية القانون ودرسونا في كلية القانون أنه المحامي هي لفظ المحامي من لفظ الحماية، بالتالي واجب المحامي هو أن يحمي من يتعرض للانتهاكات، أن يحمي الحقوق بصورة عامة. وواجب المحامي أن يحمل رسالة ويدافع عنها ببسالة ونبل. لذا أنا أعمل عملي، يعني أنا أعمل ببساطة، أنا كل ما عملتها سواء بدعاوي ضد الحكومة زمن عبد المهدي أو سواء في النشر لفضح مساوئ النظام القانوني العراقي تجاه المرأة والطفل، سواء عن ورش التوعية، سواء أي عمل آخر أنا أقوم به، هو جزء من واجب المهني وجزء من الرسالة التي يجب أن يحملها كل محامي. هكذا أنا أفهم المحاماة، وهكذا دوما سأفهم المحاماة. المحاماة هي حماية الحقوق وحماية من يتعرض للانتهاك. وبالتالي أنا عندما أقول أنا الأقل عملا من الأسماء اللامعة، لأن جميع هذه الأسماء هنا هم متفضلين بعمل حقوق الإنسان، أما أنا فهو واجبي ومهنتي، واجبي الذي تفرضه علي مهنتي. أما بقية الأسماء هنا وبقية الجميع هنا هم متفضلين بعملهم، يعني هم عندهم أعمالهم الثانية، عندهم حياتهم الثانية، لكن هم متفضلين بعملهم واختاروا العمل بمجال المدافعة عن حقوق الإنسان. أما أنا فواجبي المهني يحتم علي الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المظلومين بشكل عام. بالتالي أنا أؤدي واجبي، ولا شكر على واجب ولا تكريم على واجب، لكن أنا أشكركم لهذا التشريف ولهذا التكريم، وشكرا جزيلا لمن اختارني، وإن شاء الله مستمرين بهذا العمل، وأن أكون على قدر الثقة، وأن أكون على قدر هذا التشريف والتكريم إن شاء الله. وإن شاء الله دائما تسمعون عنا الأخبار الطيبة بهذا المجال. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للأسماء اللامعة التي قبلت أن أكون من ضمنها. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، حقيقة لنا الشرف وأن تكون معنا فعلا من خلال تابعتنا لنشاطاتك. هذا التواضع منك بأنه واجبك فعلا كقانوني، لكن في نفس الوقت أديت الكثير من الخدمات القانونية والتشريعية الخاصة في مواضيع مرتبطة بحرية التعبير وأيضا في قضايا حقوق الإنسان. أبقى في بغداد ومعي أيضا مدافع وناشط حقوقي، وهو علي صاحب، وهو فعلا صاحب دائما يصحبنا في قضايا جديدة مختصة في مجالات مختلفة. واحدة من أهم الأشياء التي يعمل عليها علي صاحب هي قانون العمل، القوانين المرتبطة والتشريعات المرتبطة بالعمل، بالدرجة حقيقة حينما أسمع وأستمع لمحاضرة لعلي صاحب يتحدث بها عن قانون العمل وما يخص قانون العمل والعمال لا أشعر بالوقت، مثلي مثل كثيرين من يحضروا هذه المحاضرات. وفي نفس الوقت أسجل نقطة مهمة لعلي صاحب، أننا تعرفنا على علي صاحب في المنتدى الاجتماعي وهو ينسق، وحينما عمل على الكثير من المواضيع. اليوم حينما أرى تلاميذ علي صاحب، أقول بهذا الشكل، وأصدقاء علي صاحب الذين يقودون مشاريع أخرى خرجت من المنتدى الاجتماعي، كان لعلي صاحب الدور الأكبر في التأثير عليهم، مثل إنقاذ نهر دجلة ومثل الماراثون وأيضا الرياضة ضد العنف.
تعرفنا من خلال علي صاحب على الأصدقاء في هذه المجالات، وأعتقد بأنهم أيضا يستحقون هذا التكريم، ولذلك كرمنا علي صاحب لهذا الموضوع وهو فعلا يستحق هذا الموضوع. أترككم مع علي صاحب والحديث عن دورة في مجالات مختلفة تخص العامل وأيضا تخص حرية التعبير وقانون وأيضا حقوق الإنسان ورياضة ضد العنف وغيرها من القضايا التي شارك بها علي صاحب. شكرا حماد، شكرا جزيلا على هذا التعريف، ويعني يعني سعيد جدا وبنفس الوقت على هذا التقديم الرائع. يعني ممكن في نظركم استحق هاي كلمات جميله بصراحه اسعدتني جدا، وشكرا مبسوط ايضا للاستاذ خالد. استاذ علي يبدو عندك ازمه بالصوت. كنت حاطني لجميع الاصدقاء اللي الصوت واضح؟ يعني ما زال في مشكلة. أستاذ عماد يحاول أن يكتب كلمته وتقرأها بالنيابة، يكتبها كتابة وتقرأها. لا بس بس ممكن أن يحاول إذا كان صوت واضح. صوتي واضح الآن؟ صوتي واضح؟ ما زال واضح طب. الآن لو لا صوتي الآن واضح؟ الآن صوتي نعم. واضح؟ أي نعم. شكرا جزيلا عماد على هذه الكلمات الرائعة، بصراحة خجلتني وما أعرف شنو اللي أقوله، بس الشكر موصول أيضا للأصدقاء في مركز الخليج أستاذ خالد وتهاني حر التهاني لجميع الأخوان الأصدقاء اللي متواجدين الآن بهذا التكريم. حقيقة إحنا بالمنتدى ننطلق من شعار دائما نحلم به، هو عراق آخر ممكن. باعتقادي بهذه الجهود اللي موجودة الآن سواء كانت في هذا التكريم أو عموم الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعراق من كبيرهم إلى صغيرهم، بالتأكيد راح يكون العراق أكيد ممكن. احنا هنا ممكن هواي من الاصدقاء دائما يركزون على العهد الدولي الاول اللي هو بالحقوق المدنيه والسياسيه. انا شوي اختاريت مجال اخر للعهد اللي هي تتاكد على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. صعب جدا انه انت تشتغل على موضوع حقوق ناس، حقوق عمل، حقوق سكن، معيشه كريمه للعراقيين، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل فشل مستمر بعملية إدارة الدولة. المهمة صعبة، بس أعتقد اليوم بعد يوم عدد كبير جداً من الناس ينخرطون في هذا المجال ويساعدونه في الحفاظ على حقوق سواء العمال أو العاملين أو العراقيين بشكل عام، في يعني من ناحية يأخذون حقوقهم بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعني تجربتنا ويا المنتدى، تجربتنا ويا مركز المعلومة، المركز اللي أنا أشتغل به بأساس، حاولنا نسوي تجربة شبابية بها عدد كبير جدا من الطاقات والإمكانيات. ويعني ممكن اليوم هذا التكريم فد وسام جميل يوضع على صدور جميع الأصدقاء. بالتأكيد أنا ما راح أحس أنه هو تكريم فقط إلي، وإنما هو تكريم لجميع الزميلات والزملاء سواء بالمنتدى أو في مركز اللي يعني أشتغل به. شكرا جزيلا مرة أخرى، وسعيد أن أتواجد معكم اليوم. شكرا لكم. شكرا علي، شكرا لك. حقيقة نفتخر بالمنتدى الاجتماعي، وكنا كثير من المنظمات هم أعضاء به، وبنفس الوقت نفتخر بكل الشباب اللي قدموا في مجالات مختلفة في البيئة وغيرها. ونذكر أن في السنة الأولى لمركز الخليج وفي تكريمه لسبعة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، كان من بينهم الصديق أحمد من
محافظة ميسان، وهو ناشط بيئي مختص في مجالات تعريف الناس بالأهوار والبيئة والمياه، وحقيقة استمتعنا كثيرا بكل الأشياء التي ينشرها على صفحته، وكان يستحق في حينها أيضا هذا التكريم. وأيضا في السنة الماضية كان هنالك تكريم لنساء استطاعوا العمل في مجالات، منهم هيلا ميفز الألمانية التي كانت على تركيب، وهو تكريم لمركز تركيب، ومركز تركيب للفنون قدم الكثير من العراقيين الذين أبدعوا في مجالات مختلفة من الفن. أيضا كان في تكريم لرحمن غريب، وهو مدير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين في إقليم كردستان العراق، وفي نفس الوقت كان هنالك تكريم للصحفية جمانة ممتاز، وهي صحفية كتبت الكثير ودونت الكثير. وأيضا كان هنالك لنا تكريم لأم جواد ناشطة في مجال القضايا الاجتماعية ومساعدة النازحين، وهنالك تكريم كان لكابتن آصف، وهو كابتن رياضي استخدم التدريب الرياضي في عملية تدريب النساء على حمايتها من التحرش وأيضا الدفاع عن نفسها. وختاما كان هنالك أيضا تكريم لهنريك العظيم كما أوصفه، وهو الشخص الذي بدأ بمشوار طويل جدا وما زال مستمر مع فريق هنريك في تقديم الدعم في كل المحافظات للعوائل النازحة، وكان دوره كبير جدا في أيام احتلال داعش إلى مناطق كثيرة ساخنة وعلى رأسها الموصل، كان له وجود في كثير من المخيمات. فاصلنا في هذه الجلسة هو الاستماع إلى هنريك العظيم هنريك الهنري في الحديث عن تجربته في تكريمه في السنة الأولى لمركز الخليج، وهو ضيف شرف في هذه الجلسة. الحديث لهنريك. حبيبي أستاذ عماد تسمعوني؟ أوكي أوكي عماد تمام. اولا اشكرك من كل القلب، طبعا كلمه العظيم عندك هي انتشرت والكل يفهمون اياها، وانت كنت السبب وانت اللي اطلقتها. شكرا للاستاذ اللطيف الخفيف الاستاذ خالد اللي التقيت بيه مره واحده، قاعده مشبعت من عنده، لانه فعلا انه خفيف كالنسمه يعني، فد انسان اعجز عن وصفه. وشكرا للحبيب حبيب القلب حيدر حمزوز اللي تعبت اليوم وياي بسوالف ضبطت الموضوع، لان شويه ضعيف انا بال يعني هاي الامور. اولا طبعا شكرا لان ذكرتوني التكريم الاول. انا طبعا العمل مالتي انت بعد كفيت ووفيت بالكلام، انه انا يعني هدفي مكتوب بصفحاتي مساعده المحتاج، المحتاج باي شكل ومحتاج لاي شيء. فأنت تعرف العمل التطوعي ومساعدة المحتاج بدون مقابل، هو أكيد زين كل عمل بالدنيا بمقابل، مقابل لهذا الموضوع شنو يا هاي؟ أنا تجي مؤسسة عريقة أو حتى لو مو المؤسسة، لو أنتوا كأشخاص من تجون الكارونيا ومجرد أنه أنتوا ذاكريني، هو هذا المقابل الأخذ من عملي. كلمة العافية وكلمة الشكر وال إشادة بعملنا والثناء على عملنا، هو هذا اللي خلينا نستمر. الإنسان مهما يكون هم طاقة خلاص، ونحتاج دائما نجدد طاقتنا الإيجابية عن طريقكم بيكم يعني كمؤسسة في الخليج، أنه أنتوا يعني خلينا نقول بحالتي أني، أنتوا دائما على طول الخط وياي بالخفاء. يعني أني مثلا خلينا نقول عماد ممثلهم أو أستاذ خالد، فترات انت تختفي يا عماد، ومن التقي بك مره اكتشف ان انت كل تفصيله صغيره في حياتي وفي حملاتي وفي اموري انت متابعها، ومرات تجيني نصائح عن طريق ناس يقولوا لي عماد وصل لك فلان نصيحه. فانت شلون يعني بالنسبه لي يعني كمؤسسه او كانتوا افراد مثل المؤسسه، شلون الملاك الحارس يعني دائما وراي منصحني يتابعني؟ فهي مو موضوع التكريم الدرع اللي هو طبعا اكيد فتشرف عظيم هذا الدرع اللي هسه احتفظ به،
بس معنويا أن تكرم شخص وتبقى متابع له، تبقى يعني من بعيد لبعيد تتابعه، أو لا نقول من بعيد لبعيد، أنت ما يبدو من بعيد لبعيد بس أنتوا كلش قريبين عليه، هو هذا الشيء جميل يعني أنه أنتوا جزء من حياتي وتبقى أنت يا عماد يعني ما أقدر يعني شهادتي ليك مجروحة، فأنتوا غيركم وغيركم هم اللي يدفعون. مرات يقولوا لي يعني شون إلك هالواهز ما مليت 5-6 سنوات أنت تروح مناطق فقيرة أشوف أشياء اللي ناس أقوياء إذا أشوفها مرة واحدة ما يتحمل، أقوياء ناس انهاروا عندنا صارت أمور، يقولوا شون نستمر شون ما تمل شون ما يعني ما تتأثر. جوابي يعني كان يمكم أنه هذا الدعم، الكلمة الطيبة، التشجيع، المتابعة هي هاي اللي تخليني أمشي، لأنه هي هاي تنطيني طاقة إيجابية. وفي يعني قلت تفويل بنزين السيارة، يعني أنتوا دائما تفولون البنزين اللي يخلينا نستمر بهذا العمل ونمل منه. فشكرا جزيلا وشكرا يعني لإعطاء الفرصة لهذه الكلمة، وشكرا لوجودي بنصكم وبنص هيك ناس عمالقة اللي تكرموا اليوم، اللي قد أكون نقطة في بحرهم بالنسبة لسمعتها السنة ودي قدموا للناس. شكرا جزيلا. شكرا هيرك العظيم. بالعكس احنا حقيقة دائما متابعين لكل النشاطات المستمرة، خاصة ان هنريك كان في زيارة للبصرة، مقدم الكثير من العطاء من خلال الناس اصحاب الفضل والعطاء. وما يمتاز بفريق هنريك وغيره من الفرق انه هنالك شفافية كبيرة بكل الاموال، والدعم الذي يحصل عليه من قبل المحسنين يكون مباشرة منشور بالتفاصيل على صفحة الفريق، وهنالك فريق أحسد هنريك عليه. ودائما أقول أنه أنا أتشرف أنه يوم من الأيام أن أكون خادم لأي حملة من حملات هذا الفريق. وحقيقة شكرا شكرا لك يا هنريك. بعدنا في بغداد، ولكن أيضا مهم جدا أن نتحدث لرسالة وصلت لنا من العزيزة أفراح شوقي من خارج العراق. أفراح شوقي تقول: ألف مبروك لكل المكرمين، تستحقون أكيد، وأنا أصفق لكم ولكم كل جهودكم في ميدان حقوق الإنسان، خاصة في ظل تغيب متعمد لحقوق الإنسان وكرامته في العراق بشكل يومي، والمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الداعمين لقضايا حقوق الإنسان. وشخصيا تردني الكثير من الرسائل من شباب وشابات يتعرضون للتهديد والترهيب، ويضغطون ويضطرون لمغادرة بيوتهم وتنقل لأكثر من مكان، ويحتاجون لدعم والإسناد والنصح والتأهيل في ميدان حماية أنفسهم. بصراحة يعني نصب علينا أن ندلهم على من يتولى قضاياهم. أقترح من خلال وجودكم اليوم لتشكيل لوبي أو جروب لأجل دعم هؤلاء المهددين، يكون العمل فيه جماعياً ويكون إشراك كل الناشطين الراغبين بتقديم الدعم والنصح والاشتراك بإيجاد حلول لمشاكل. هناك الكثير من المشاكل. شكراً للصديقة أفراح شوقي لهذه المقترح، ولكل من يتابعنا على البث المباشر وعبر منصة زوم في التكريم الخاص بالدورة الثانية للتكريم باسم هشام الهاشمي، الدكتور هشام الهاشمي، وما زلنا مع المكرمين. ومثل هذه المقترحات مهمة جدا لدعم ومساندة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق. حينما نتحدث عن بغداد أيضا ونشاطات المستمرة، تحدثنا عن تجربة سابقة وتكريم سابق من قبل هنريك. نتحدث عن تجربة ما بعد حادثة أو ما بعد موضوعة الحظر الصحي، وأيضا الخدمة للكثير من العوائل التي لم تستطع إيجاد قوت يومها والخروج للعمل. معنا شيماء بهزاد، وهي ناشطة حقوقية وناشطة في قضايا حقوق المرأة، ناشطة بشكل كبير جدا من خلال متابعتها نجدها في الميدان في عمل تطوعي، في بعض الأحيان هي تساهم بنفسها بجمع التبرعات والذهاب إلى إعطائها إلى النازحين في بغداد، وفي نفس الوقت
هي تعمل على مشاريع تخص المرأة. لديها صفحة مهمة جدا تتحدث بها هنا العراقية، تتحدث بها عن قصص نجاح لنساء عراقيات في جميع المدن والمحافظات العراقية. أترك الكلمة لشيماء والحديث عن تجربتها. السلام عليكم. أهلا وسهلا. بداية شكرا جزيلا للمركز، شكرا جزيلا لمركز الخليج لهذه المبادرة الرائعة. حقيقة أنا جدا مسرورة اليوم كوني مع هذه النخبة المميزة الذين فعلا لديهم بصمة مميزة في المجتمع العراقي. شكرا أستاذ عماد لهذه المقدمة. إضافة لذلك أحب أضيف أنه كوني مهتمة بشؤون المرأة العراقية، أيضا مهتمة بشؤون الريادة المجتمعية وشؤون الأقليات. تخصصي الدقيق مهندسة بناء وإنشاءات من الجامعة التكنولوجية، وحاليا معيدة في نفس الجامعة. طبعا حقيقة أنا جدا مهتمة بشؤون المرأة، ورغبت بترك بصمة في عالم الفيسبوك عن طريق إنشاء مدونة اسمها العراقية هنا، وهي مدونة خاصة بالمرأة العراقية المبدعة التي لديها بصمة إبداعية في المجتمع العراقي. طبعا المبدعات اللي تم نشر سيرهم في المدونة هم مبدعات من مختلف الاختصاصات ومن مختلف الأعمار ومن مختلف محافظات العراق. كذلك تم نشر سير ذاتية من السيدات من خارج البلد، وكذلك تم نشر سير السيدات اللواتي فارقن الحياة. طبعا إضافة إلى نشر سير ذاتية للسيدات، قمنا بالعديد من الحملات والأنشطة الثقافية والاجتماعية مع هذه المجموعة من السيدات. طبعاً رسالة هذه الأنشطة أن نوجه رسالة للمجتمع العراقي أن المرأة المبدعة تبدع بمجال عملها، وكذلك من جهة وكذلك في نفس الوقت تساهم بالارتقاء مجتمعها وخدمتها. حالياً تم نشر بحدود 500 سيرة مختلفة، وتم وضع أجندة معينة لهذه المدونة ولإنشاء وتحقيق أهداف هذه المدونة. نشأت فريق شبابي متطوع تم تسجيله في وزارة الشباب والرياضة ليشاركني في تحقيق أهداف المدونة. قمنا العديد من الحملات، سواء حملات إنسانية عن طريق زيارة مخيمات النازحين وزيارة عوائل مستحقة، خاصة تحديداً الأيتام والأرامل، وتمكينهم اقتصاديا عن طريق فتح مصدر رزق لهم، كذلك زيارة العديد من دور المسنين او مراكز ذوي احتياجات خاصة والى اخرها، واضافة ذلك اقامة حملات لدعم الموروث الحضاري في مختلف محافظات العراق. وفي ضمن وباء كورونا كان لدى العراقية هنا مع مبدعاتها برنامج خاص. هذا البرنامج يشمل العديد من المحاور، منها الحملات الإنسانية التي كانت خاصة في بداية وباء كورونا ضمن حظر التجوال والوصول إلى عديد من العوائل المستحقة. إضافة ذلك القيام بمحور آخر وهي رسائل توعوية فيديوية ضد الوباء كورونا، وإقامة عديد من الجلسات النقاشية للتحاور عن مختلف المواضيع التي تهم الأسرة العراقية والمجتمع العراقي. إضافة ذلك نحن الآن في صدد إنشاء نشاط خاص من مبدعات العراق موجه إلى أبنائنا الطلبة تزامناً مع بدأ العام الدراسي. هذا البرنامج شاركوا فيها 130 امرأة عراقية مبدعة من 18 محافظة عراقية. ختاماً أكرر الشكر وتقديري لهذا المركز لهذه المبادرة الجميلة، ومساءكم سعيد يا رب. تحياتي. شكراً العزيزة شيماء، شكراً. وفعلاً العراقية هنا دائماً، و يشرفنا أنه ثلاثة من المدافعات تم تكريمهم بهذا الدرع من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان الدولي. حينما ننتقل من بغداد، اسمحوا لي دائما أن ننتقل بكم من مدينة ومن محافظة إلى أخرى، أن تتحدث عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، تحتاج أيضا أن تقرأ كثيرا في هذه المجالات، في مجالات الكتب التي تتحدث عن حرية التعبير، حقوق الإنسان، المواضيع المرتبطة بالنازحين. هنالك من حارب في تحرير مدنه
جميعنا كنا نتابع أزمة الشباب والنساء اليزيديات المختطفات، وكيف أن أهالي منطقة سنجار والكثير من المناطق الذين حاربوا وساندوا من أجل تحرير مدنهم وعادوا إليها. وفي أيام المخيمات شاهدنا الكثير من المدافعات ومنهم نادية مراد التي أوصلت صوت النساء اليزيديات إلى قبة الأمم المتحدة، لكن هنالك من حاول أن يدافع بشكل آخر من خلال استخدام الكتاب واستعارة الكتب وتوزيعها في المخيمات. معنا كاميران، الشاب الذي استطاع من خلال مخيم وفكرة بسيطة في مخيم للنازحين الإزيديين إلى أن تكون لديه مكتب اليوم في وسط سنجار بعد أن عاد إلى مدينته القديمة. معنا كاميران والحديث عن هذه التجربة. أشكرك جدا أستاذ عماد، وأشكر الجميع الحضور. طبعا هذا شرف لي أكون متواجد بين النخبة العراقيين، وهذا إنجاز كبير، يعني كبير جدا للسنجاريين كلهم. دا أشوف أني أمثل قوم كامل، وأمثل يعني مكون كامل، مكون عراقي موجود في سنجار. وحقيقة يعني أشوف الأحداث داعش وما حدث يعني فترة داعش فترة سنجار 23 يعني الإنسان يحارب من أجل يعني هو الإنسان يحارب من أجل شيء يعني مستقبله. أنا بدأت يعني بالقراءة والمطالعة حوالي يعني 2008-2009 في الأيام الثانوية والإعدادية. الحمد لله والشكر يعني تخرجت من الإعدادية، ما دخلت الجامعة لأسباب تتعلق بالنزوح وأسباب مادية، ثم انتقلت للمخيمات. من هناك تعرفون الحياة المخيمات، يمكن قسم منكم شافوا المخيمات، إنها يعني جحيم حقيقي للإنسان. طبعا ظروف نفسية، ظروف مادية، ظروف آخر شكل. من هناك يعني حاولت جمعت شوية كتب، حاولت يعني استغل الفراغ اللي أعيش به هذول الناس بالمخيمات، وحاول يعني عن طريق التواصل الاجتماعي شجعهم على القراءة والمفهوم يرفع معنوي للحياة. من هناك انطلقت فكرة المكتبة، بناء مكتبة بنظام الاستعارة المجانية، بنظام الاستعارة المجانية أيضا، والتشجيع يعني على القراءة والمطالعة. سنجار بها مكونات عديدة، سنجار تتكون يعني من جميع المكونات المجتمع العراقي، فالسنجار هي تشبه عراق مصغر نوعا ما حقيقة، فهي جميع مشاكلها والأحداث اللي تصير بسنجار فهي شبه عراق مصغر جدا. فمن هناك أنا فكرت أشون أبني طبقة أو شبكة بين هاي المكونات، أشون أبني سنجار ثقافيا، أو أحاول أبني سنجار من خلال مكونات، أشون يعني راح أربط بين هاي المكونات من جديد، أشون راح أبني الثقافة بينهم، أشجع السنجار ثقافيا، أتخلص من الظروف اللي صارت. فكرت بالمكتبة، رجعت على سنجار الحمد لله والشكر، حاولت توزيع الكتب على الناس، حاولت تشجيع المطالعة نوعا ما، قدمت المكتبة على أكثر من منظمة، رغم أن جميع المنظمات التي تحاول وتدافع عن حقوق الإنسان في سنجار رفضت فكرتي، لكن أنا استمرت بالفكرة وأصرت على توزيع المعرفة في سنجار. بعد معاناة طويلة يعني السنين الحمد لله والشكر، سبوتلايت العراقي المدعوم من معهد جوتا الثقافي الألماني استقبلت فكرتي برحابة الستر ودعمتني بقدر استطاعتها. أسوي هذا المشروع المشترك بيني وبينهم، أسس مكتبة بسيطة صغيرة الحجم لكن كبيرة بأفكارها وتطورها. الحمد لله عندي الآن مكتبة بحدود 5000 كتاب مختلف الأجناس الأدبية، دانتي هذه الكتب بنظام الاستعارة المجانية لجميع الناس، وشجعهم على الكتب وشجع على الثقافة والمحبة والإنسانية بين هذه المكونات. هذه دا أشوفها يعني ظل الصراعات اللي تصير في سنجار، إنه هذه ضربة قوية للظروف اللي صار، وضربة قوية للطائفية اللي تصير في سنجار، إنه نحن انتصرنا مرة أخرى عليهم، واللي حدث ما راح يحدث مرة ثانية إن شاء الله، ونحن
معا، يعني اللي شفته وياي واللي شفته يعني تعجبت منه. الحمد لله أنا بدأت وحدي، لكن من انطلقت الفكرة يعني صار تغيير كلش، يعني بغض النظر عن دور النشر، مؤسسات، أشخاص، مؤلفين، حقوقيين، شفت يعني تعاطف كجد وياي من العراق، يعني من الشمال الجنوب، من الدول العربية، من الدول الأوروبية. فمن هناك يعني من هنا انطلقت، يعني أنا صار عندي حاسس قوي أو ضعف قوي معنويا ونفسيا أنه لازم أستمر، لازم أخدم هاي المنطقة. فأني أتوقع أشي، وأني يعني دا أحس بشعور أنه الجميع لازم يضحي، لا بد من دور الضحية. فلازم إذا أنا ما أضحي والثاني ما يضحي والثاني ما يضحي، فأنا أشوف أن العراق ما راح يبني إلا بتضحية، فنحن راح نضحي بأولا وبعدين الآخرين، يعني راح حتى يقتنعوا أنه نحن سبب نجاح الوطن ونحن يعني دافعنا عنهم. وعندي رسالة أخيرة للجميع أوجهها، رسالة يعني أتمنى توصل جميع الشعب العراقي، يعني نحن يعني ما عدنا بعد ضحايا، نفسنا مستعدين يعني ندفع أكثر أو نضحي أكثر. يعني اللي شفت جريمة جريمة هاي للشباب، الشباب عمر الورود يعني بهيك بساطة وهيك بدم بارد يقتلون تحت الظروف غامضة، وكل يعني بدون أسباب واضحة. كل ما يريده أنه حقه أنه يريد يعيش، كلنا نريد نعيش. فالآن اللي أتمنى من الجميع الحصول على حياة كريمة، حياة بسيطة، حياة سلمية، أن ينطي حقه بشكل بسيط. أريد حق، يعني ما حد يعني طالع على شيء، ما حد طالب بغير شكل أو طالع على مثلا على الرئيس أو على الدولة أو على هكذا أو على هكذا. فهو يطلب يعني متطلبات الحياة البسيطة يريدها، يعني له حق يعني وظيفة وعمل وشغل، ها هي ما يريد كل شيء. فأني أتمنى يعني يتوقف القتل، وأني أتمنى يعني العراق يحصل على حقوقه من جديد، وأتمنى من الجميع أن يهتموا بالكتب، لأن الكتب هي منقذ الحياة الوحيد للإنسان. فأنا أشوف يعني من قراءتي للكتب ومن مطالعتي للكتب شفت نمطية، يعني أنه الإنسان ما يقدر يعيش بدون كتب، وأن الإنسان يقدر يسافر بين البلدان، يعني يعرف ثقافات كثيرة، يعرف على المجتمعات أخرى، يصير عنده يعني تعاطفية جمهور الغير، يعني غير جمهور حقيقة من خلال هاي الكتب. فأني راح أشجع المنطقة على الكتب. الحمد لله اليوم صار تغيير نوعا ما، تغيير منطقة سنجار من ناحية الكتب، أكو استقبال تام للكتب، أكو يعني دا أشوف يعني الحمد لله منذ شهرين فتحت المكتبة حوالي 300-400 كتاب، يعني بين الرايح والجاي أعطيتهم الاستعارة. شفت استقبال تام يعني من أهالي المكتبة، وجاي المكتبة تتطور نوعا ما، وفكر يعني بتطويرها شوية شوية، والحمد لله والقادم يعني أحسن العفو. وأني أشكركم جدا لك. جدا القادم أكيد كاميران كمال، القادم بوجود مكتبتك وفي سنجار محافظة نينوى سيكون فعلا القادم أفضل وأجمل. كاميران حقق حلمه من خلال بعض الكتب للاستعارة في مخيم، في خيمة لمخيمات النازحين، إلى مكتبة في وسط مدينته في سنجار. أتمنى حقيقة دعم مشروع كاميران. أنا واحد من الناس أنتظر كاميران بفارغ الصبر حتى نلتقي وأقدم له كارتونة كتب بغض النظر إيش قد عددها. وحقيقة أفتخر بكاميران ونفتخر بالجميع المكرمين في هذا اليوم، وهو اليوم الذي يستحق فعلا أن نختار، يعني مركز الخليج اختار أن يكون يوم تكريمكم هو يوم أيضا لليوم العالمي لحقوق الإنسان. المكرم الأخير وليس آخرا، لأن هنالك استمرار للتكريمات لسنوات القادمة وبأسماء مختلفة. حينما تكون ناشطا حقوقيا مدافعا عليك أيضا أن تتدرع ويكون لديك سلاح مهم جدا، وهو سلاح الأمن الرقمي والتقنيات. وفي نفس الوقت عليك أن تقدم ما تعلمته إلى من حولك في منطقتك، في كلار مدينة أشبه ما البعض حينما يسمع بها يعتقد بقرية،
كان هنالك ناشط ومدافع حقوقي تعلم الكثير في مجال الأمن الرقمي والتقنيات مع شبكة أنسم، ثم انتقل ليضع بصمته في تأسيس واحدة من أهم المنصات للتعليم على التقنية للكرد. وحقيقة معنا في التكريم الناشط الحقوقي آسو وهاب، وهو يحدثنا عن تجربته. سواس كاك عماد، سواس بو سنتري خليج، يعني أحاول أنه أبدأ بالكردي وبعدين أنتقل إلى الحديث باللغة العربية. شكرا لمركز الخليج، شكرا لك عماد على الكلمات الجميلة، شكرا لجميع الزملاء، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان أبارك لهم هذا خلينا نقول هذا التكريم. لكن في اللحظة الذي نشعر بالسعادة على تكريمنا نشعر بالحزن أيضا على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، من استهداف للشباب في السليمانية من قبل القوات الأمنية، خاصة وأنه اليوم العالمي، يعني شيء كلش محزن بأنه في هذا اليوم يصلنا أخبار عن استشهاد شباب من منطقتنا وخاصة من مدينة كفري القريبة على مدينة اللي أسكن به. أشكر طبعاً، أريد يعني من هنا وأستغل هذه المنصة إلى أنه أشكر زملائي في أنسم الذي لولا دعمهم لي، وخاصة حضرتك العمدة وحمزوز العظيم كما تقول، يعني أطلقت على بعض الزملاء، وعلي اللي موجود ويانا وأبارك له هذا التكريم، والشباب الآخرين اللي دائما ما يدعمونا في أنه نوصل صوتنا إلى العالم، سواء عن طريق ترجمة ما نحاول أنه نوصله إلى العالم من خلال اللغة العربية والإنجليزية إلى آخره. شكرا لفرونت لاين وعزيزنا المسقطي اللي هي دائما موجود ويانا يدعمنا ويدعم النشطاء في إقليم كردستان، والذي لولا دعمه ما قدرنا أنه نوصل لهذا المرحلة من دعم للناشطين والناشطات الصحفيين والصحفيات. لا يسعني في هذا اليوم إلا أنه أن أشكر مركز الخليج وأشكر دعمكم لي في أنسم، وأشكركم على هذا التقديم. وبصورة عامة أنا هذا التكريم أعتبره تكريم لكل فريق أنسم ولكل النشطاء في إقليم كردستان. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ خالد في مركز الخليج على جهوده الطيبة وعلى إيصال صوتنا إلى العالم. سباس. شكرا جزيلا آسو. حقيقة آسو واحد من الناس اللي تكفل بشكل كبير لترجمة الكثير من التغريدات والمنشورات للناشطين والمدافعين في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأيضا لا نريد أن نختم، هم أنه آسفين أنه أطلنا، لكنه جلسة مثمرة ولما تأهلنا مثل ما يقولون بجميع المناطق والمحافظات. لا يعني أن العشرة المكرمين، هناك 9 مكرمين والعاشر هو تكريم للدكتور هشام الهاشمي شهيد الكلمة، تم إيصال الدرع إلى منزله، وهناك شكر وتقدير كبير من عائلة هشام لهذا الاستذكار بأن يكون اسم الدورة. ارتئينا أن يكون طبعا مركز الخليج والأستاذ خالد ارتئينا أن يكون اسم هذه الدورة بدورة الدكتور هشام الهاشمي، وفرح كبير من العائلة بأن يذكر اسم هشام الهاشمي على دورة خاصة لمركز الخليج لحقوق الإنسان الدولي. وحقيقة الجميع لديه ذاكرة
صداقة مع هشام الهاشمي وما قدمه من تحليلات عبر قنوات الفضائية في مواضيع مختلفة، وفي نفس الوقت المدافعين عن حقوق الإنسان ضروري أن نسلط الضوء دائما عليهم. أود أن أشكر من أرسل الدرع إلى منزل الدكتور هشام الهاشمي، العزيزة الغالية بان الصميدعي، وهي واحدة من أعضاء فريق هنريك العظيم في مجال تقديم الخدمات للمحتاجين والنازحين. وفي نفس الوقت أود أن أشكر في نهاية التكريم كل من ساهم في إيصال، خصوصا من تعنى وأتعب نفسه في إيصال جميع الدروع إلى جميع المحافظات. قضية شاقة، في السابق كان هنالك احتفال يكون في بغداد ويحضر المكرمين ونقوم بتوزيع الدروع، لكن هذه السنة مركز الخليج وبالتعاون من خلال حيدر حمزوز وأيضا بعض المتطوعين في هذا المجال لإيصال الدروع بعد أن اكتملت بإيصالها إلى محافظاتهم وتسليمها لهم. وفي نفس الوقت نشكر كل من ساهم في الإنجاز لإكمال هذا الاحتفال. هنالك في الكواليس كان معنا حقيقة من نود أن نشكرهم في لجنة الاختيارات، وهم العزيز الغالي ما نسميه بجدو، وهو جد تحسين الزرقاني الصحفي والمدرب الدولي المختص في مجالات مختلفة من الصحافة، وأيضا العزيزة الغالية المدونة والناشطة في شبكة أنسم دينا نجم، وأيضا المتابعة والتنسيق والترتيب. ولولا وجود حيدر حمزوز لما كنا الآن نتحدث عبر هذه الشبكات، ومساهمته الكبيرة في تذليل العقبات الإلكترونية للمشاركين في هذه الجلسة. في الختام شكرا لكم جميعا، نأسف لإطالتنا، ولكن جميع من شارك وحضر وأيضا تابع على منصة الزوم وأيضا مركز الخليج عبر الإنترنت وعبر صفحات الفيسبوك، شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن نقوم بالتواصل والتشبيك فيما بعد، لأن عملية التشبيك والتواصل هي التي أسست لكثير من القضايا التي نراها اليوم من خلال المدافعين والناشطين الحقوقيين. هنالك الكثير من يستحقون هذا التكريم، ولكن في نفس الوقت البعض منهم تم تكريمه، البعض منهم يستحق التكريم بأكثر من هذا، ولكن هي نماذج مبدعة من العراق تمثل شريحة من المجتمع. شكرا لكم، لا أريد الإطالة، أعتقد أننا وصلنا إلى ختام الجلسة التكريمية الخاصة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل مركز الخليج، وهي الدورة الثانية باسم الدكتور هشام الهاشمي. نلتقيكم في جلسات أخرى وتكريم ومتابعة ودورات. شكرا لمركز الخليج على هذه الالتفاتة لتكريم العراقيين المبدعين، وتحياتي لكم عماد الشرف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لكم، محروسين إن شاء الله. شكرا جزيلا، سلام. شكرا شكرا لكم، نلتقي بخير. شكرا جزيلا.